عسلامة، مرحبا بكم على قناتي الرخيصة، قناة الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيو فيه على أميمة بن حبسية وعلى ردة فعلها بخصوص المكالمات المسربة لعلي الشبي والسمير الوافي. هي أكثر شخص حكيت عليه وأكثر شخص لمته هو علي الشبي، ما نعرفوش، ممكن ما عندهش علاقة بسمير. المفيد لمحت فقط تلميحات بسيطة لسمير، قالت له راهو عيب عليك، إعلامي قدير معروف معطب سمعتك العالية قدام الناس الكل، تجي تطيح قيمتك بالطريقة هذه، خاصة أنك تهتك في عرض امرأة محصنة. كيف كيف قالت العلي الشبي عليه، يا اخي انت رضيت وقت اللي هتكو عرض مرتك رملة وحكيو فيها، انت مرضيتش وما حبيتش في مرتك وقلت مرأة محصنة، وما يجيش نقذفو المرأة المحصنة. لكن هو طلع عقاب من عند الله عز وجل يعاقب فيك بيه، كما انت قاعد في الخفاء تقطع وتريش في هتك العبيد في اعراض الناس، وخاصة هي مرأة معرسة وينجم يفك لها راجلها. بنتها كي يسمع عليك كلام خايب فاسيلمون، بنتها كي تكبر شنو باش تقول؟ تقول امي فاسدة لانه فلان قال وفلان قال برشا كلامات خايب عليها. قالت راهو عيب، قالت له ما تصورتش روحي انا نهار نجي ننصحك انا في مقام بنتك ننصحك بكلام كيف هكا. قالت له ما تصورتوش منك بصراحة، وراك تحط من عيني على الاخر. هذا راي اميمة بن حفصية ونحترموه الناس الكل. ما تنسيش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقول لكم باي باي.